غادي نفتتحوا باول مكالمه معنا امل من فاس. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. امل لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. كدايره الاحوال؟ كلشي على خير الحمد لله. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. مبارك عواشرك ومبارك عواشر جميع المستمعات اللي تيتصنتوا لاذاعه ميد راديو، لان حقا اذاعه تستحق كل 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 الشكر وكل التقدير. الحمد لله، بارك الله فيك، شكرا لك بزاف على تشجيعاتكم لاختكم علينا. شكرا امل، بارك الله فيك. انا بمناسبه عاشوره بغيت نقترح عليك واحد القريشات حلوين، وفي نفس الوقت عندي فقاس مالح. واخا واخا نبداو على بركه الله. ايه تفضلي. قريشات حلوين عندنا فيهم كيلو ديال الفورس، جوج كيسان ديال الزيت، واحد كاس الزبده مذوبه، جوج كؤوس سنيده، زلافه الزنجلان والنفع، زلافه مخلطه ما بين الزنجلان والنفع، مخلطه ما بين الزنجلان والنفع، جوج خمارات الحلوه، وبيضه وحده، وبيضه وحده، وتنعجنو الخليط بالمشروب الغازي لورونج، عرفتيه؟ اييه. تنعجنو الخليط، تنحطو على عجين شويه ما بين وبين مرخوف شويه، وما بين وبين مقاس ما مرخوف، يعني نجمعو بداك المشروب الغازي البرتقالي ياك؟ اييه. ديال الليمون. ديال الليمون. وملي تنحطو هذاك العجين تنحاولو نستعملو البوق، البوق ديال الحلوى. اييه نخرج. تنخرجو منها، ولكن ما تنخرجوش طويله، تنخرجو تيكون بدا معنا شي واحد اللي تيعاوننا. اييه باش يبدا. تنبقاو نقطعو قطعات صغارين. اييه. وتندخلوهم يطيبوا بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك. جديد ومعتبر. اييه واخا. نمشيو لفقاس الملح. اييه. عندنا ربعة الزبدة. نص سيترو ديال الحليب. اييه. جوج معالق كبار ديال الزعفر. جوج معالق كبار ديال الموطارد. معلقة صغيرة ديال السودانية. الو. اييه تفضلي، كنسجلو معاك تفضلي. كاسه ديال الفرماج من 30 او 40 على حسب الرغبه. و100 غرام ديال الفرماج محكوك، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه. اييه. وقبيصه ديال الملح. وشويه التحميره اخت سناء نسيتها، معلقه صغيره تقريبا التحميره. وطحين الكاس. الدقيق اللي غادي يكفانا باش نجمعو. اييه. ايه. وتنحاولوا نجمعوا داك الخليط، تنضيفوا شويه د الماء الا كان خصنا على حسب الطحين واش يشرب بزاف او لا. وتنخليوها كترتاح مده 15 دقيقه. ايه واخا. عاد تنقبضوها، تنحربلوا داك العجين، وتنحطوا في الكونجيلاتور يرتاح ساعه او ساعتين. هذوك الحربلات نديرهم ساعه في الثلاجه. نديرهم ساعه في الكونجيلاتور. في الكونجيلاتور في المجمد. ومن بعد تنبداو نجبدوا على حسب اللي غادي نخدموا. وتنبقاو نقطعوهم سوا بالموس او بالمقص، وتندخلوهم يطيبوا. واخا، يعني نبداو نخرجوا الكميه حتى نقطعوها، عاود نعاودوا ناخذوا حريبلات اخرين حتى نكملوا. اييه حتى تنكملوا الفرن يطيب. الله يعطيك الصحه امل، تبارك الله عليك. بارك الله فيك. مشكور على هذه المشاركه ديالك، ونتمنى يقبض لك الخط ديما. هي اول مره، ولكن انا راني مستمعه وفيه. أيه. والله العظيم. بارك الله فيك. وتنوجه تحيه خالصه لصاحبتي وجارتي، كان ساكنه معايا في كازا، خديجه ام ادم وساره. أيه. وجميع من تعرف امل ام رانيا. مرحبا امل ام رانيا، ومرحبا بك في اي وقت، ومشكوره جدا على الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم. صباحك مبروك، ونتمنى المستمعات يكونوا سجلوا معنا فقاس مالح والقريشلات حلوين.